اتوقع بعد سنين 5 سنين 10 سنين بنروح نشوف كثير من النساء اللي راح يدخلون تخصصات ما نتوقعها. ما بتوجه لكل الرجال بعدين ما فيش وقت صح او غلط العوض بسلامتكم كان شاب كثير منيح. شو المستقبل للنساء بالعالم العربي؟ ما بعرف شو المستقبل لانه حتى العالم العربي ما نعرف شو المستقبل بالمطلق. يعني الحلم هو انه يكون محل امن وبيعطي للمرأة equal opportunities توصل. أنا فخورة بوجودي في هاي المنطقة بالرغم من كل المآسي، بالرغم من كل ما نمر به من صعوبات وتحديات، لكن أنا أشعر بكوني مواطنة في العراق وضمن العالم العربي. الفرق بين المرأة زمان وهلا إنه هلا المرأة صار عندها فرص كتير أكتر من ما كان عندها زمان. وأشعر إنه أدوارنا متشعبة وكثيرة وإحنا قدها. إحنا فلسطين عندنا عنف اقتصادي واجتماعي وسياسي، يعني المرأة قد ما تقدر بدها تبرز دورها ما بتقدرش، يعني بتلاقي حدا إلا بده يخبطها على رأسه يعني.